بيقول هي مش أول مرة إن هم يشتركوا مع الأهلي في تنظيم الدورة دي تاني مرة، وهم ما كانش عندهم شك إنها هتبقى بروفيشنال بالظبط زي السنة اللي فاتت. وبيقول غير ان احنا جيران الاهلي في الزمالك، السفاره ونادي الاهلي جيران جنب بعض، الا ان كمان احنا عندنا زميل في السفاره اللي هو استاذ هشام مرزوق. هو كانت دي فكرته اصلا من السنه اللي فاتت، وهو زميل في السفاره، وبالتالي لما لقوا السنه اللي فاتت كان ناجح الى هذا الحد وبروفيشنال جدا ان هم يشتغلوا مع نادي الاهلي، فهم حبوا يكرروا تاني التجربه. المباريات كانت شيقة جدا، وكانت في اللعب بتاع اللعيبة كانوا very professional. هو بيقول كمان ان اهم حاجة ان مش اللعب بس كان كويس والتنظيم كان كويس، كان في هما كانوا بيلعبوا fair جدا، وده اهم حاجة في الموضوع ان اللعب كان very fair. Genau das haben wir auch die Organisatoren beherzigt. Tournament, das Turnier. بيقول ان هو زي ما المباريات كانت في خلال البطولة كلها كانت فير وكويسة وشيقة، يتمنى ان الفاينل يبقى برضو بنفس التشويق ويبقى فير. وبيقول ان كله كان كويس من البداية، ويتمنى النهاية تبقى بنفس sich überträgt dann auf das Miteinander der Botschaften und der Länder.